عليكم، اهلا وسهلا بكم معنا فيديو جديد. ان شاء الله تكونوا على خير وبخير ومرتاحين يا ربي في العقول ديالكم، مطمئنين يا ربي في قلوبكم. قلت في عقولكم في قلوبكم، المهم هي لدرجه انا ولفت هذه المقدمه حتى وليت اللي كيهضر معايا في التليفون ولا الناس كنقولها زعما كملت عندي مسانسه بها، وفي العاده ديالي زعما كانت عندي هذا هو زعما كلام زوين اصلا ماشي شي كلام اللي من قلبي لقلبكم ان شاء الله. بمناسبه حلول عيد الميلاد النبوي الشريف، الله يدخلوا عليكم الصحه والسلامه والتيسير ويحفظ لكم ربي وليداتكم وصحتكم ورزقكم. حيت يا دري كتبداو لي كتضحك ويرحم الاموات ديالنا ويرحمنا وحنا حيين يا رب العالمين، ويرحم ميمتي وبحنيني ويرحم باك ويرحم جميع الاموات ديالكم يا رب العالمين. وكان واحد الطلب بزاف اللي كيخليو لنا في لي كومونتير واللي كيعيطوا في التليفون وكيعيطوا في واتساب كيقول لك الله يخليك، بغينا قفطات جدادين، بغينا موديلات جداد في قمايس، في القمايس اللي نقدروا نستقبلوا بهم الناس، نقدروا نمشيو بهم عند الناس كضيوف. وطبيعه الحال ما غنخلوش عليه ولا ما غاديش نخلي شي حاجه يطلبوها ليا المتتبعات ديالي ولا الكليانات الزوينين ديالي وما نديرها شيء. فمرحبا معكم بواحد التشكيله جديده ان شاء الله كما كتشوفوا معايا لاله سناء. شحال جا هذا القفطان رائع بزاف، الالوان اللي فيهم زوينين ما هو تبكينتيه زوينين بصح غزاله وتبارك الله لبساتو كيجيها زوين زعما بلا ما نحتاج غادي تكون زعما كتشطرني الراي ديالي. كما كتشوفوا معايا التوب هو نتاع ساتان دو سوا، جاي توب نازل كي جا كسناء في لاطيش ديالو غزال، توب زوين خفيف. الناس اللي كتبغي التوابات اللي نازلين فهذا من هذا الشكل وفيه جميع لي طاي من سمول حتى دوبل اكس ال، دونك فيه جميع لي طاي. هذا 3 اكس ال مازال كنعتذر مازال ما وصلش شيء حتى الدوبل اكس ال، موجوده من الاكس سمول حتى الدوبل اكس ال. يلبس اكسترا سمول سمول ميديوم لارج، كاين اكسترا لارج كاملين كما كتشوفوا معايا، مخدوم بواحد السيفه بالكحل وعقيدات بلي كولاغ نتاع التوب، مخدوبه بالتعصاب. جاي هاد الزواق نتاع المعلم اللي فن بزاف، ولي بيغ اللي جاي في هاد الفيغ او عاطيني واحد الحياه واحد الجماليه. كما كتشوفوا معايا هاد القصه اللي كانت عجباتكم بزاف بزاف بزاف، شوفوا معايا هاد الكميم طاقه بالوش حاجه رائع زوين، مع هاد الديطاي نتاع الدبيبينه في الكتيفات، مع هاد المجدول في الكحل وفتيحات في الجناب بيان سور. المجدول اختياري اللي بغات تلبسو تلبسو، اللي بغات تحيدو بيان سور راه حتى هو كيبقى مع المجدول فيها باش كتماركي لاطاي. وكاين الناس اللي كتبغي تلبس بحال هكا هذا حتى هو نورمالمون، ولا بغيتي دير معاه مجدول اللي كيجي زوين، ولكن اختاريت باننا ندير مجدول وانا لا باش تشوف زعما كان شويه اختيارات. كنرجع للقطان ديالي لابسين انا وياك نسلاموش طبعا كتشوفي معايا برافو عليك. كما كتشوفوا معايا حتى واحد التوب اللي نازل وغزال في الحرير كيحمق، واحد الالوان اللي فريمون فرحانه. وهذا القطن كنت لبسته في العراضه ديال المسافي ديال الدار عندي، وكان بزاف نتاع لي كومونتير اللي كيقول لك صوره هنا وكان بعناه منه لي طاي، ولكن بقات علاش لا الناس اللي كانوا ما شافوش الفيديو ولا كانوا ما ردولوش البال ما هضرتش عليه، نصوروا لكم وتشوفوه معايا. كما كتشوفوا معايا مخدوم بهذا لو جون لي فلاش، وجايين بهاد العقيدات بلديين هكايا بلي كولور بيان سور حتى بالحجيرات كما كتشوفوا، والديتاي كما كنقول كيعجبني هاد الكتيفات اللي كتكون فيهم الدبانه كتطلع على راسها واش تاهي واش عندي ولا لا. وجايين هاد الديتاي نتاع لي مونش كيما وريتكم حتى بحال ديال سنه كيجيو فنين، ما كيجيوش طوالين حتى لهنا كيجيو جوست حدا صراحه كيعطيو واحد الجماليه، كيجيو بحال امغام عرفتي ديك التناسق ما بين زواق المعلم بواحد الثوب اللي هو كما كنقولوا زعما امبريمي ماشي سامبل، وهذا كيعطي واحد الشكل اللي مختلف على العاده ديالنا اللي كنشوفوه. كما كتشوفوا معايا هذا ما فيهش الافتتاحات، الناس اللي ما كيبغوش يلبسوا الافتتاحات، وسناء عندها افتتاحات في الجناب، كنبغي حتى افتتاحات الجناب كيكونوا مرتاحين اكثر. كنا نحتاج في دور الجمعه ما كتشوفي معايا مخرجه مع واحد البليغه اللي في النوار بالشيشيه عرفتي راه واحد
البلاغه اللي في الكحيح البشاشيه، وانا واحد البلاغه اللي ضوغي وجايه عاليه شي شويه، هذا كما كنقولوا هزا رجليها من الارض، وفيها واحد لي باغ نتاع الحجر اللي بليك ولا غلي مخارجين اسورتي كيتموجوا فوالا كيعطيو زعما كنقولوا لهم حنايا باللغه نتاعنا الابيك يعني كيعطيو بحال كريستال ولا هذا. دونك خارجه مع مع القميص ديالي وتقدر تخرج مع بزاف نتاع اللبسات. فخليكم معنا بيان سور، النمره اللي بغى شي حاجه نتاع الواتساب يتصل ما ترددوش، غادي نجاوبكم ان شاء الله. الا ما جاوبناش ديك الساعات غادي نلقاو الميساج وغادي نجاوبكم، راه كنحاول نجاوبوا الاتصالات ديالكم كاملين. فمرحبا والف مرحبا بكم مره اخرى، ومن طبيعه الحال خليكم معنا في قميصات اخرى مره اخرى بواحد القفطنات اللي كنتمنى انهم يعجبوكم وتلقاكم مشكلات ولا نرضي الاذواق ديالكم ان شاء الله. كما كتشوفوا معايا عرفتي سنة منيتها ما كانت صراحه والله غير نادي هاد القفيك ما تنحمقوا هاد السنه، راني كنشد انا كتقولي اللبس هذا عناني بلاتي نلبس لكم هذا. فاش كنقول كنقول هذا غيكون هو زعما مي كنلبس الاخر كنلقى احسن من النوع عاوتاني. بصراحه راه شفتك ملي شفت منك والله ديك اللي شفتي كيجي في الابداع كاين ولا ما كايناش غير المشاهدين. الله يحفظك ليا حبيبه ديالي. كما كتشوفوا معايا القفاط نتاع سناء هو في البيبط بواحد الثوب نتاع الكريب، وجاي هنايا هاد الطرزه هكايا اللي بلديه كما كنقولوا السدر كل عامر، وجاي في الكميمات. فبزاف نتاع الناس اللي كيبغيو الكميمات اللي كيكونوا خاصين يعني. الناس اللي كتعيش خارج المغرب كيكونوا كما كنقولوا عندهم الصهد دائما، كيكون الديور ديالهم كليماتيزي وكيكونوا مولفين الحركه اكثر بالصراحه. هذا الشيء علاش هذا، فكنحاول انا نلبي الاذواق ديالكم. كما كتشوفوا معايا بالخد الدار وجايه في هذه الخدمه وهاد الثليته هابطه حتى لتحت، جاي فن ومخدوم بالخيط. شفت انا عاد تفكر دابا الكريشه باش تشوفها. لا عاد كنقاد هذا ما كاينش الصراحه، راه ما عندهاش اي كرش. كما كتشوفوا معايا شو عاد سكتات ليا ودير لها هذا المجد في الخيط، يمكن حتى بلا مجد اللي تلبس، يمكن كما كنقول بالمجد كي ماركي لا طاي وكيجي كيبان صراحه بالمجد ولا صون مجد زوين صراحه. هذا غيكونوا في يوزابيلدي، يكونوا ان شاء الله. المهم لا بغيتهم يكونوا في يوزابيلدي عيطوا لها وكومونديو باش دي حيت بصح راه واخا كنخمموا في زعما يمكن في الصراحه في الثقل، زعما نحاول بان زعما نرضي الناس نتاع اوزا، ولكن الا ما قديناش شي كومونديو الحاجه اللي عجبتكم توصلكم حتى لعندكم ان شاء الله. راه غادي يكون توصل من عند سناء، نصيفط لها الحاجه اللي عجبتكم نصيفطو بيان سور. راه الناس اللي كتسنى حوايجها كوموندات من عند سناء راه غتوصلها ان شاء الله، واللي عجباتو شي حاجه من هذا الشيء وبغى بغى يكومونديها فخليو لها في الكومونتير في يوزابيلدي ان شاء الله في انستغرام في لاباج ديالها، كومونديو لا طاي ديالكم وكل شيء وغتاخذوه من عندها ان شاء الله. تسمعيني بيان سور اللي داخل المغرب ولا في اوروبا ولا في بلاد الاخرين يكومونديو في واتساب ديالنا توصل حتى عندكم ان شاء الله، توصل سريع 24 ساعه كتوصل عندك حتى للدار سور دي اش ال. بيان سور في وسط المغرب حتى هي 24 ساعه مع تيزلا ديليفري مع مصطفى بيان سور، دونك في وسط المغرب ب 50 درهم. مرحبا بكم مره اخرى. كما كتشوفوا معايا القميص ديالي في واحد الامبلوسيال مخدوم بالاورانج كما كتشوفوا معايا بالزواق نتاع المعلم، جايه واحد الزواقه اللي زوينه بزاف، واحد اللون اللي مفرح اكثر، بلي بيغ نتاع شواروفسكي وهابط حتى لتحت، وجاي هذا البيغلاج هابط هنا بيان سور حتى جاي حتى هنايا في الجنيبات نتاع الفتحه فوالا من هذا الجنب ومن هذا الجنب حتى اللي بغا دير له مجدل في الاورانج فغيجي زوين، ولا في الدوغي غيجي حتى هو زوين. درت له قبالة مجدل في الدوغي ولكن كنبغي باش نبينو واحد بالمجدول واحد صغير فوالا باش يشوف الواحد زعما الاختيارات. وكنكرر بان لي طاي كاملين موجودين من الاكس سمول حتى الدوبل اكس ال. فمرحبا انا بالنسبه ليا هذا اللي لابسه راه هي ال، الوغ كاين كاين الاكس ال وكاين الدوبل اكس ال راهم كثار من تقدروا، حيت ملي كتكون كتيفات طايحين كيكونوا كيلبسوا لي طاي كثر من اللي كيكونوا بحال هكا كتيفات واقفين. فمرحبا بكم خليكم معنا في جديد اخرين. ومرة اخرى بواحد الوقت ما تلي حتى هما زوين راس انا راه معتمده الضحك الله يخليك ديما مضحكه وفرحانه يا ربي. كما كتشوفوا معايا القميص اللي لابسه لاله سناء رائع، واحد اللون اللي واتاه بزاف، واحد الصفر زوين 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 بزاف، ولي مونش شوفوا معايا لي مونش هذا باش تعجبني سناء زعما ديك اللي كرهوها جايه بواحد الطريزه وجايه بواحد البارابلوي اللي صغير بزاف الناس اللي ما كيبغيوش عاوتاني الكلوش بزاف، فكنحاول كما قلت نرضي جميع الاذواق. كما كتشوفوا معايا جاي هنا بواحد الطرزه اللي بلديه وجايه بعقيدات
وسفيفة في نص الطوق وعقيدات بالالوان. خرجت مع واحد المجيد اللي هو حتى هو في لوجون ما بغاش. انا قلت لها ديري الغوز ولا الموف، قالت لي خليني في الوان اللي كونسونطون باش يجي ويقدر يجي مع زوين. تقدر يجي يعني كل الناس تقدر تلبس فوالا، ويقدر تلبس بيان سو حتى بالحزام، وتقدر تلبس مع سميطه الا بغات تلبسوا لا فون زعما هكا سميطه، الا بغات تلبسوا مع دي طالون مثلا في النوار ولا في شي كولور غدير مع سانجو بحال ديك لا كولور نتاع الجلد غادي تجي موتيه معاه مزيان. كما كتشوفوا معايا انا لبست معاه واحد البليغه اللي مطروزه بلي كولور، الا بغات تخرجوا زعما مخزاني قفطان ويجي في الشكل زعما كان تاع التقاليد المغربيه ديالنا. فخرج واحد بواحد الشكل اللي زوين كما كتشوفوا معايا القفطان، حتى انا حزنت عليه ولكن حتى بلا حزام كيجي زوين. نقدر نحيد لكم زعما الحزام هذا في صاله لايفا زيكتيفا واقفين سمحوا لي، جايب بزويقه نتاع الدبانه، والدبانه حتى هي هنايا حتى في الطوق، وجاي عقيدات اللي هما بهاد الالوان اللي مخدومين بيض وكحل واحمر. كنتمنى انه يعجبكم. كما كتشوفوا معايا نحيد له حتى زعما باش تشوفوا معايا لا كوب ديالو، فيه جميع لي طاي، وحتى هذا فيه لي طاي كاملين كيبدا من اكس مول حتى الدبل اكس ال. كما كتشوفوا معايا خرج معاه واحد البليغه اللي في الغوج حتى هي بلي كولور. المهم حاولت انني نخرجوا شويه فاشن، راه يمكن حتى لبست مع لي طالون غادي يجي رائع وزوين، وتقدروا تستقبلوا به الاعياد ديالكم زوينين والحباب ديالكم باحسن حال ان شاء الله. بيان سور الجميع المناسبات، وحتى السيده اللي كتفرح براسها وكتبغي تكون متميزه في البيت ديالها، فحتى هو فكره ان نلبسوا قفطانات في الدار ونلبسوا في واحد الوقيته مع العائله ديالنا الصغيره ومع الكبيره ديالنا ومع العائله الكبيره، علاش لا؟ فخليكم معنا في قفطانات خرين. صراحه خاصنا يا شي مناسبه شوفوا معايا هذا القفطان، ولا نقدروا نقولوا البيسه واقفه حيت هي دو بياس جات هكا تحمق رائعه بواحد لاموستين كريب جورجيت كما كنقولوا موستين جورجيت، وجايب واحد الطرز اللي فن 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 جابهم حتى لا كولاج زوينه. هي نادير زعما مناسبه تمشي تحط بها واقفه غادي تجيك رائعه. لا لا زوينه فريمون، جاها القفطان ولا كيما كنلبسها واقفه جات واعره. قربوا شي شويه باش نزنيو الرشيمه. شوفوا معايا الرشيمه اللي بالرباطي بالسقلي وبالوينات اللي متناسقين مع هاد لا كولور فيغ ولي بيغ نتاع شواغوفسكي. واحد المجيد اللي درناه رقيق وبلدي جا رائع، وجايه كلها بلي بيغ نتاع شواغوفسكي في الكول، عرفتي حتى الا ما درتي حتى شي حاجه في عمقك تجي حتى هي زوينه. هادي بوكل اللي يكونوا كبارين غادي تجي واعره بكتيفات اللي واقفين وهابطين كلها بلي بيغ بيان سور من الجناب من لي كوتي كاملين. جايه واحد الرشمه اللي كيف اللي في الصدر كيف اللي في لي كوتي بجوج في الجنيبات، جاي فريمون جاي رائع وزوين كما كتشوفوا معايا. وانت كسناء بواحد الشكل تقدري تضري شويه جاي هكا المجيدي، وتقدر تلبسوا مع سباب نتاع الطالون كيف يمكن تلبسوا مع البليغه كما كتشوفوا معايا. البليغه اللي خرجت مع سناء حتى هي بلي بيغل جايه زوينه وجايه عاليه. هادو كيتموجوا عاطي لا كولور ديال لا توني فيهم داك لا بريونس فيهم كتعطي، وفيها البليغه اللي كتكون عاليه وفيها واحد السيفه دايره فيها من التحت بالغزبينه مخدانيه كما كنقولوا. صراحه اللي كتعيا بالطالو صراحه زوين حتى هما تقريبا كيجيو زوينين كيجيو مين. انا كيعجبوني مع الجين والله ما مختلف شي شويه كتبقى شويه كتعطي داك اللمسه التقليديه في اللبسه ديالك بحال هكايا مع حتى مع الجين وشي شارت ولا شي حاجه فوالا كيجي زوين كما كتشوفوا معايا. اها وقفت الغزال ديال لالا سناء الله يحفظك. هاد الميلونج ديال لي كولور صراحه هو صعيب ولكن مع سناء كيولي ساهل حيت كتدخل فيه لا توش ديالها كيولي ساهل. الله يحفظك عليه خطيك مريح وزويون ورومي بواحد الشكل زوين. الناس اللي ما كتمشيش زعما للقفاطن بزاف ولا كتقول زعما صعيب عليها باش تلبس قفطان وهذا كتقول بغيت شي حاجه اللي خفيفه، هذا القفطان بصح خفيف وميم طون بحال اللي لابسه شي حاجه اللي زعما ياسين بحال شي غوب ولا هذا فوالا ساهل. كما كتشوفوا معايا جايب هاد السيفه في البلو، وجاي واحد الدبيبينه اللي رقيقه بيان سور عقيدات بلي كولور في الابيض والكحل وزرق عقيده بلديين. وحتى في الكتيفات كنقول دائما ما كنحمق انا على الكتيفات يكونوا فيهم كيعجبني دوك لي بتي ديطاي اللي كيجيو. والفتيحه حتى هي جايه على ميم شوز حتى هي بالدبيبينه فتيحات صغارين وبارما حتى هي بالخدمه كما كتشوفوا. خرج معاها مجدل كيف يمكننا نلبسو حتى بلا مجدل حتى هو كيجي رائع وزوين. بيان سور بالنسبه ولا سمعها بليغه سمحوا لي البليغه فيها حتى هي حجيرات لي مواتين مع القفطان بيان سور كنقول لي طاي راه كاينين جميع لي طاي فمرحبا بكم والف مرحبا مره اخرى معنا. النمره اللي باش تتصلوا بها راه كاينه هنايا، ما تبخلوش علينا بلي كومونتير زوينين ديالكم والكلام الطيب ديالكم. الله يحفظكم ويجيكم ليا خليكم. واقيلا نزيدو حيده ولا جوج ونختموا لا فيديو.
السلام عليكم، ورجعنا لكم مع هاد التشكيله غزاله الفنه اللي ما خلاتليش العقل. هذه تلبسها عروسه مقبله على الزواج، نفيسه نفيسه مخطوبه مطلقه. انا زعما الفكره ان بزاف اللي كيخليو ليا في لي كومونتير ولا كيعيطوا لي ولا كيخليو الميساج في انستغرام كيقول لك زعما انصحينا بالالوان اللي تقدر تلبسها لبسوها في نهار نتاع التعارف نتاع عندي كيجيو زعما الخطوبه وكنبغيو نتعرفوا بالعائله فكيبقاو محصورين بواحد الالوان معينه، هو الغوز هو المخضر هو البلون كاسي. فانا كنت خليت اليوم واحد السيده ميساج لواحد البنيت الله يسخر لها من هذا الفيديو، خليت لها قلت لها شوف لبسي اللي انت ترتاحي فيه على طبيعتك، ما تحتاجيش انك زعما كنتكبري زعما كن هذا، قدم اللي تكوني انت فرحانه بهذوك الناس اللي غادي يدخلوا لعائلتكم وغادي تستقبليهم من قلبك، وكمل عليك ربي بالخير وكمل على بنيتك المسلمين كاملين يا ربي بالخير. امين هادشي اللي كاين. كما قالت انا يمكن هاد الشكل تعرفي به على العائله اللي جايه تخطبك، يمكن تلبسوا العروسه يمكن تلبسوا زعما من الاهل تاع العروسه، فهو بصح هذا اللون كيكون متميز وكيكون راقي في اللبسه ديالو. كيف يمكن حتى المناسبات اللي خفافين تقدري تلبسيهم، هو جاي دو بياس وكما كتشوفوا معايا جاي بالسفيفه وبالعقيدات بلديين، وجاي بهذا الخديمه اللي فنه جايه في الدرعان وفي الكميمات حتى هكايا جاي زوين، وجاك واتاك واتاك بشكل اللي زوين بزاف. كما كتشوفوا معايا نرجعوا للقطان ديالي، قطاني تقريبا ولا نفس الرشمه تاع سناء، هي هو الفرق انه ما مخدومش بالسيفه مخدوم لي بير نتاع شواغوفسكي. كما كتشوفوا معايا جاي بحال شي كولي في العنق وهابط كامل هكايا بالخدمه، ميم جاي حتى في الكميمات هكايا بالطرز جاي الحمر زوين. ملي قالت لي جا غزال وانا عاوتاني عدت كنشوف راسي واش جاني غزال، كما كتشوفوا معايا جاي هكايا بلي بار كاملين من لي كوتي كاملين تاع الجناب وبيان سور حتى من البارما. البارما راني كتعجبني وكنحاول انني نخدمها زعما كاين في الكوليكسيون ديالي كامله تكون البارما مخدومه. وكما كتشوفوا معايا البليغه اللي خارجه ماتشي ماتشي مع اللبسه، جاك النعاس لا ما مزيان وسمحوا لنا عاد كنبقى النهار كامل حنا في الشطمان تاع الوقت وفي الخدمه حتى الليل عاد كان سالي فوالا باش نصوروا. لابسه سناء واحد البليغه اللي حتى هي زوينه بزاف، جايه بالسفيفه من التحت وعاليه على الارض وجايه مطروزه بالثقل الحر وفيها واحد الحجيرات اللي زوينين، جاي مع الخليفه جاي زوينه بالصحه والراحه. كنتمنى هذا الفيديو يكون عجبكم ولفيت الاذواق ديالكم. ما تبخلوش علينا بالكلام الزوين ديالكم والتعاليق ديالكم، ومن طبيعه الحال مازال ما تشتركتش في القناه ديالنا فتخلي اشتراك باش نكبروا ونوليو عائله كبيره ان شاء الله بكم. مرحبا بكم معايا، كنتمنى تكونوا على خير وكنبغيكم بزاف. ما تنساوش اللي عجبها شي حاجه راه النمره تما، وتبارطاجيو الفيديو ان شاء الله باش يوصل الحباب والناس اللي عزازين عليكم. باي عليكم.